دايما عنوان التحرش زي ما بقول لكم من عنوان ثابت في الأعياد. في قضية يتم التحرش فيها بثلاث بنات. تعالوا نشوفها ونشوف كمان ايه هذا السلوك اللي تتخلص منه ازاي. اعلاميا بنواجهها، قانونيا في عقوبات يعلمها الجميع. الامن حتى يعني وزارة الداخلية حتى علشان تنبه الناس، لانه بعض الناس بتعتقد عيد يعني انبساط، فتعالوا بقى يعني ايه الانبساط يكون مصحوبا بهذا الشكل. لا، ده مش انبساط، دي جريمة وبيتحطم فيها شباب يعني. فدايما في الأعياد بتلاقي فيها هذه الصورة القبيحة اللي بتتحول إلى جريمة وبيدخل بسببها بعض الشباب إلى السجن. تعالوا نشوف الصورة السيئة للأسف الشديد اللي دايما بنشاهدها أو بنشاهدها كثيرا في الشارع المصري، سواء في الأعياد أو في الأيام العادية. الأستاذ إيهاب سلامة وهو اللي صور هذا المشهد. يا أستاذ إيهاب أهلا بيك. مساء الخير أستاذ وائل. مساء الخير، أهلا بيك. قول لي ده فين بقى؟ ده في دمنهور عند منطقة الاستاد. وفي العيد؟ في العيد. إيه اللي حصل بقى؟ والله اللي حصل إن أنا كنت واخد المدام والأولاد بنجيب حاجة حلوة كده من محل حلويات عند منطقة الإستاد، فكنت قاعد في العربية ففوجئت كده بشباب كتير بيجري، كانت الساعة 12 ونص بالليل كده. منطقة حية وكويسة والناس ماشية رايحة جاية. شباب كتير بقى كلهم 16 14، عيال صغيرة برضه يعني في المجمل عيال صغيرة. خمسة كده بيجوا 10 20. الموضوع لفت انتباهي كده، فلقيت ابن جيل ده واحد تقريبا بيتعارك مع خطيبته. قلت مش مشكلة، بس المشكلة إن أنا سمعت صوت سويت بقى. فتحت الكاميرا بسرعه ونزلت من العربيه بصور. كان الجامع كتير، عيال بتتلم كتير. وبعد ما مشيت بالكاميرا كده بجمع لقيت ثلاث بنات كده شباب بيتحوش بيهم. والمشكله البنات ان انا ما مشيتش طوالي، لان لو مشيت طوالي كانت الناس كتير ممكن تنجدهم، بس دخلوا شارع جانبي كده مره واحده كده يعني من خوفهم بقى، معرفش من ايه. بس انا شايف ده تحرش جماعي لان الولاد شافوا ولاد، كان في ولاد المنطقه دي ولاد كتير بيقعدوا فيها عند الاستاد، المنطقه هناك عند حته كده النافوره. فطلع يجي ولاد وراهم ورا بعض، ده يشوف ده بيجري ده يجري، كله يعني ظاهره كده ايه تجمع جماعه كده جاري. والحته دي كويسه وفيها على طول دايما امن، بس للاسف الوقت ده الامن ما كانش موجود، بس دايما فيها امن صراحه يعني دايما في المنطقه دي بيبقى موجود امن، بس هي بس الساعه عدت. اصل انت هتعمل ده يا جماعه، ده سلوك يعني سلوك بقى. ما هي اصلا يعني ناس ماشيه وبعدين فجأة زي ما انتم شايفين يا جماعة تلاقوا يتم التعامل، يعني فكرة التعامل مع البنت على انها صيد ثمين يعني، فتلاقي الناس بتمشي كده بهذا الشكل. يا اخي ده انت تحميها يعني، ويبتدي الناس تتكوم على بعضها وتتحول المسألة زي ما انتم شايفين الى ما يشبه السعار يعني.
وده الحقيقة لا يجب أنه يحدث في الشارع المصري. يعني اللي دايما كنا نقول يعني ده الشهامة، الناس تشوف ده فتقول لك تحمي البنات يعني. وهنا بقى ما تقوليش بقى يعني بعض الناس يقول لك أصل الملابس البنات هي السبب، ما انتوا شايفين يعني ما فيش في ملابس البنات، وحتى يعني هذا الكلام هو عبارة عن مكافأة للمتحرش والمغتصب، ان انا بقول له والله ده انت ضحية يا عيني عشان بس ايه الملابس بتاع البنات، وده مش حقيقي، هو سلوك بشري، انهيار اخلاقي بيواجه بالقانون، ولازم قبل القانون يواجه بالتربية. بعض الشباب صغار السن بياخدها على ان ما يعني هي دي الفهلوة وهو ده الـ النموذج، يعني العيال اللي عايزة تنجح بيه بالشكل ده يعني، واد فهلاوي بقى، وهيبتدي الناس تتكون بالشكل اللي احنا شايفينه اللي فيه زي ما بقول لكم حالة الصعار، يعني بيتحول الشارع الى ذئاب بشرية تحوم حول الفتيات بهذا الشكل. واحد من شهود العيان ايضا الاستاذ عبد الرحمن نجا. استاذ عبد الرحمن اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. ايه اللي شفته في المشهد ده يا استاذ عبد الرحمن؟ والله هو مجموعه من الشباب كانوا في حاجه حصلت كده، لقيت في دوشه وصويت، فطبعا الفت النظر ان انا ابص، فلقيت في شباب كتير بتجري ورا ثلاث بنات، ف الموقف اصلا غريب ان هم الفكره البنات اصلا المفروض اللي هم يعني ماشوا في شارع عمومي او ماشوا في شارع طوالي السويت والكلام ده، الناس بدات تبقى كتير قوي، المفروض ان هم ماشوا في شارع عمومي، هم الغريب ان هم دخلوا في شارع جانبي. طب انتوا دخولكم في شارع جانبي ليه؟ فطبعا الفيديو اللي هو مين البنات؟ البنات البنات دخلوا في شارع جانبي، هل ده مبرر؟ لا مش مبرر، بس الفكره برضو ان الشباب اصلا يعني بقى كتير، الناس اللي بتخش بتشوف الكلام وتشوف السويت مش عارفه في ايه، مش عارفه ده خطيبها، الناس اللي بتشوف مش عارفه طبعا يعني هو احنا يا استاذ عبد الرحمن لازم ادانه البنت باي وسيله؟ لا هو هم ادانه الاثنين، هم الاثنين ليه الاثنين ليه هي دخلت في شارع جانبي عشان الشباب ذات نفسها كمان بتهرب من الشباب بقوا كتير قوي، يعني كان الاول مثلا 3 4 بقوا 20 بقوا 30 بقوا طيب اصلا يعني مش عايز حد يقول لك اصل البنات دخلت شارع جانبي. لا 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 هو الفكره هما الاثنين اسوء من بعض، ده وده يعني برضه الاهم برضه ليه البنات ضحيه والاولاد ده زباله وده زباله، معلش في الكلمه يعني. لا يعني استاذ عبد الرحمن كده، ما هو ده يا جماعه انتوا عارفين ليه الناس بتخاف تبلغ؟ وده اللي هيخلينا نقول لكم لسه القضيه اللي احنا قشناها قبل انا بشكرك. ليه؟ احنا عندنا استسهال إدانة البنت، عشان كده لما بنقعد نسأل طب البنات بلغت؟ لا، لأن البنت مدانة مسبقا، و90% من حوادث التحرش والاغتصاب لا يتم الإبلاغ عنها، علشان ده الكلام اللي احنا سمعناه من عبد الرحمن من شوية، هي البنت مدانة لأنها بنت، لو واحد تحرش بيها والله ده لبساها، اصلها ابتسمت له، لازم هنطلع البنت هي الجاني، وده الحقيقه يعني بيخلي عدد كبير من العائلات تقول للبنت ما تبلغيش، هيجي لنا وجع الدماغ، شوف المجتمع بيتعامل ازاي مع القضايا، وعشان كده احنا دايما نقول للبنات لا بلغوا واوعي تكافئ المتحرش او المغتصب، لكن اللي احنا بنسمعه ده هيتم ادانه البنات على طول، اصلها ماشيه مشي مش كويس، اصلها لازم نطلع ان الولد ده يا عيني ضحيه، في انهيار اخلاقي وفي ذئاب بشريه لابد ان تحاسب. فكره ادانه البنت مسبقا وتحملها المسؤوليه، لا ده نغمة يجب أن تختفي، ولو أنت عندك أنت الشهامة والمروءة مش هنشوف المشي بهذا الشكل الجماعي، حالة الصعار اللي أنا شفتها لا يمكن يعني تشوف مشهد زي ده
وبعد كده تقول نحمل البنت المسؤولية. ده بقول لكم ده بيخلي عدد كبير من الناس تبعد، وده اللي حصل في القضية اللي احنا ناقشناها معاكم قبل العيد في آخر يوم قبل ما أجازة العيد. منا اللي كانت التقطت فيديو لاتنين من اللي تحرشوا بيها لفظيا، فهتشوفوا بعد كده هتلاقوا فيه بعد الواقعة ما حصلت محاولات لإدانة البنت. بالعكس، هي قامت بخطوة هتخوف، هتكون رادعا لناس كتير انها تعمل ده، واستخدمت على فكرة حقها القانوني وحقها الاخلاقي كمان. لكن المجتمع على طول صفحات بتدينها بتشتمها، وناس تقول ايه يعني ده كلام بيتقال عادي في الشارع. لما تقول للي بيقول كده هل تقبلها لاختك لزوجتك، هنا يقول لك لا يعني، انما في العادي يقول لك ايه يعني، بيقول لها تعالي نشرب قهوة او نقعد في كافيه او في اي مكان. ما انت اذا قبلت ده هتقبل الخطوة اللي بعدها، يعني انت هتوقف هتتوقف ازاي يعني. لكن للأسف الشديد بتلاقي فيه اللي هي النغمة المتعلقة بإدانة البنت مسبقا، هي مدانة مسبقا، هي متهمة لمجرد انها بنت، هي متهمة في أنوثتها ومتهمة على انها بنت، فازاي تعمل كده. لكن الراجل راجل، وبيبقى الناس تتعاطف معاه زي ما حصل في واقعة التجمع اللي زي ما قلت لكم تحولت الى قضية رأي عام. كان يجب اعمال المعايير الاخلاقية والقانونية كمان في وقائع من هذا النوع، لكن للأسف تبتدي البنت تتعرض لحملات مسمومة علشان يخوفوا اي بنت انها تعمل كده. شوف بعد ما كانت القضية ان انت تخوف اي متحرش تبقى القضية هي العكس يعني. قبل ما نطلع فاصل ونناقش معاكم القضية اللي نويت عنها في بداية الحلقة، وهي قضية مقتل الطفلين. القصص كثيرة والناس بيستهويها انها تنسج بعض الحكايات من خيالها او تمزج الواقع بالخيال.